انا زي ما بقول لك كده دكتور حبيب، انا عشت معاه ايضا خمس ما اكيد حضرتك عشت معاهم كلهم وقاعدين في المانيال على طول وكل هذه الامور. والدكتور حبيب اكبر عضد لل ايوه هذا لا يمنع يا فندم، يعني يعني في الاخر والله هناك سنه الحياه ان بيجي مرشد، ما يعني ما المرشدين السابقين توفاهم الله وربنا عليهم رحمه الله جميعا، وبيجي ناس تانية المره دي في حاجه مختلفه، ايه المشكله؟ ان يطلع بقى الدكتور محمود عزت او انا يبقى والله الدكتور محمد انا حبيب. اللي انا اللي انا هعمله ان انا هطلب منه كده، ومجلس الشورى في الاخر هيحسم ويقول لي انا هستجيب لرغبه الاستاذ ولا ادرج اسمه في الترشيح او لا استجيب. بس حضرتك هتمارس ضغط انت ومكتب الارشاد زي ما قلت لي مره واثنين وثلاثه من اجل ان يستمر الاستاذ محمد مهدي عاكف؟ بالتاكيد. خلينا نخرج الى فاصل، ثم بعد الفاصل نواصل هذا الحوار. تابعوا. مرة أخرى نعود إليكم لنواصل الحوار مع الدكتور محمود عزت، ومعايا على الهاتف الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد، أيضا نفهم منه تفاصيل ما حدث. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. دكتور محمد، الدكتور محمود بيقول لي إن مكتب الإرشاد يعني لديه رغبة في إنه يقول للأستاذ عاكف إنه خليك لمدة جديدة، حضرتك موافق على هذا؟ طبعا دي مش رغبه بس، دي يعني احتياج وضروره. والاستاذ المرشد الاستاذ عاكف هو يعني اصلبنا عودا ويعني اقوانا عزيمه. طب واذا كان اذا كنا بنتكلم على ضخ الدماء الجديده، نحن نريده ان هو دماء جديده الاستاذ عاكف. هو شخصيا الاستاذ عاكف راجل شباب دائما. نحن لا ما الشباب شباب القلب يا دكتور محمد. لا 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 شباب القلب والعقل والنظرة والرؤية حقيقة، يعني احنا نتكلم يعني بما نرى وربنا سبحانه وتعالى لا نزكيه على الله. لما الأستاذ عاكف دائما خطواته سابقة ودائما تسمح لك أكلمك بصراحة؟ نعم. تسمح لك أكلمك بصراحة دكتور محمد؟ جدا. هل حضرتك بتقول لي كده علشان تنفي وجود خلاف أو زي ما بتحب تقولوا تباين، استنى عشان اجيب لك من البيان بالظبط، يعني عشان ايه ما بقاش بقول تباين في وجهات النظر بينكم؟ انا بقول لحضرتك كده اجابه على سؤالك اللي انت سالته. مش علشان اقول لك ان مفيش خلاف، لكن في خلاف. لا، ما يجري دائما داخل الاخوان المسلمين كمؤسسه زي ما يجري داخل اي مؤسسه اخرى من المؤسسات الموجوده في العالم. طبيعي، والناس بتتابع ما يجري في اي مؤسسه. نعم، لابد ان يكون هناك تداول الامور ونقاشات ومناقشات كثيره داخل هذه المؤسسات، وبالتالي هذا ملك خاص بالمؤسسه، ولا يعني ان هناك اي نوع من انواع الغضب بالضروره، وانما الخلاف في النقاش. لكن في النهايه يصدر على المؤسسه قرار بالشورى محسوم وواضح. طب ممكن اقول لك حاجه يا دكتور؟ اتفضل. حضرتك قلت لي في الاول أن الأستاذ مهدي عاكف رجل كذا ورجل كذا وذكرت في مناقبه الكثير. ده صحيح. كويس. فالراجل زعل لأنكوا يعني ما اشتريتوش خاطره في حاجة تصور هو أنها مش مستاهلة كل هذا، فسر لي الموقف ده إيه؟ لا، أنا أتصور حضرتك أن الأستاذ عاكف الذي أعرفه عنه يقينا من الممارسات ومن العمل والاحتكاك به منذ سنوات طويلة أنه لا يمكن أن يسمح لنفسه أن يخالف مكتب الإرشاد، فهو يبذل قصارى جهده في عرض وجهة نظره، هو دائما حريص على أن لا الرأي. هو لم يخالف مكتب الإرشاد، هو قال والله يا أخوانا يعني ما معناه على حسب ما فهمت، وصححني إذا كنت مخطئ، أنه لا أنا يعني كده المسألة يعني خد على خطره هو ما خالفش. أنا الحقيقة يا أستاذ جمال أتصور أن الموقف واضح جدا، وأن احنا ما زلنا نسير في نفس التراك لتكرار نفس الجمل ونفس المعاني. الأستاذ عاكف المرشد العام يرأس مكتب الإرشاد ويدير جلساته، وهو يعرض موضوع ما بقولش لا أرجو أن تسمعني. اتفضل. يعني هو يعرض موضوع يرى من وجهة نظره أنه يستحق العرض على المكتب، ولكنه هو صوت مهم جدا في المكتب، ويعرض موضوع او موضوع غيره، وتعرض موضوعات اخرى كثيره. نحن مهتمون بالشان العام،
مهتمون بالشأن المحلي، مهتمون بالشأن القومي، مهتمون بالشأن العالمي. لدينا موضوعات كثيرة وهم كتير الأمة. إذن هو بيعرض أحد الموضوعات ويعرض وجهة نظره بقوة واقتدار ويقدم لها تجري عليها المناقشة، ولكنه نشهد أمام الله سبحانه وتعالى أنه دائما يحرص على ألا يخالف المكتب. ولذلك هو لم يصدر قرار بذلك، ولم يقل أنه صدر قرار من المكتب، وإنما ما حدث أنه يعرض موضوعا ثم يقطع الأمر المكتب، والأستاذ لا يخالف المكتب. تمام. كون أن المناقشات داخل الاجتماعات تكون لها سمة، فيها أخوة وفيها محبة، لكن فيها اختلاف يغاد النظر، هذا أمر جائز وطبيعي جدا. لكن أنا لا أتصور أن أستاذ عاكف أبدا يمكن أن يخالف المكتب، لا يمكن. تمام. أن يصدر قرار من نفسه، ولم يحدث أن أصدر من ذاته قرارا يخالف المكتب، لكنه يعرض وجهة نظره بقوة. كويس. ولكنه أحيانا من باب القوة في عرض وجهة النظر قد يكون يعني إيه شاف أنه المكتب كمان يعني لم يستجب لطلب أو لفهم أو لتفسير. المسألة ليست مسألة استجابة، المسألة مسألة نقاش. أيوة. لمجموعة، وهذا النقاش نقاش يعني رصين ومؤصل، والناس تعبر عن وجهة نظرها. نحن نتكلم عن الحلال، لا نتكلم عن الصواب والأصوب، لا نتكلم عن الخطأ والصواب، نتكلم عن الصواب والأصوب. نعم. نتكلم عن الراجح والمرجوح. نعم. المسألة في دائرة الحلال، في دائرة الصواب، ولكن هناك وجهات نظر تتعدد فيها وجهات النظر بالنسبة للصواب، وهذا ما حدث ويحدث دائما في موضوعات كثيرة. أريد أن أؤكد أن الأستاذ عاكف لم أره يخالف المكتب قبل ذلك، ولم يخالف المكتب في هذه المرة، ولما لم يصدر قرار من المكتب بما عرض الأستاذ عاكف لم يخالف الأستاذ عاكف المكتب، مهما كانت درجة النقاش أو نوعه، أنه لم يخالف المكتب، وكان يحاول بكل قوة أن المكتب يناقش ويستجيب للطلب الذي عرضه، ولكن ما حدث يدل دلالة قاطعة على أن المرشد العام الأستاذ مهدي عاكف يحترم الشورى والمؤسسية، وأن مكتب الإرشاد مؤسسة، وأنه هو الذي يصدر القرارات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين. طيب. وإذا صدر منه قرار سيعلنه المكتب. تمام. ممكن أنتقل من هذا إلى التأكيد على نقطة واحدة قالها الدكتور محمود عزت وحضرتك أكدتها لي، أنكم ستذهبون مرة واثنين وثلاثة زي ما قال الدكتور محمود عزت للأستاذ عاكف عشان تقولوا له أن يستمر مدة جديدة. نعم. نعم. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد مرسي، شكرا جزيلا. خلينا نرجع تاني في ظل اللي بيحصل ده وكل هذه المسائل، تتصور انه بالفعل انه ممكن الاستاذ عاكف يستجيب، وانه يعني ولا هيتمسك بوجهة نظر في ظل معرفتك بيه وقربك ليه، وكمان في ظل يعني انه بيسموك انت الرجل الممسك بخيوط الجماعة؟ ما لو كنت ممسك بخيوط الجماعة ما كانش يبقى موقفي كده بال ليه موقفك ايه موقفي؟ لا موقفي من يعني انا الحقيقة اتصور ان احنا مطلوب مننا جهد كبير لاقناع المرشد، لانه لغايه دلوقتي الاستاذ ما، لكن ماذا سيجري في المستقبل هذه مساله. انا ادعو الله سبحانه وتعالى انه يعني يمكننا من ان احنا